نشرتنا متواصلة وفيها أيضاً محافظ حضرموت: الاحتفال بمهرجان البلدة لا يعني إغفال الاهتمام بالخدمات، وحرصنا على توفير المناخات المناسبة لإنجاحه. مدير عام المكلة في تصريح خاص لقناة المكلة: نعمل وفق الإمكانيات المتاحة لتأهيل مدينة المكلة. السلطة المحلية بحضرموت تواصل استعداداتها لتدشين مهرجان البلدة السياحي للعام 2023. ومحافظ المهرة يكرم موظفي منشأة نشطون ومؤسسة موانئ البحر العربي لجهودهم في سحب البترول من السفينة الجانحة.